مشاهدينا أهلا بكم إلى آخر الأسبوع. عبر ساعتين من الآن تتابعون الملفات التالية. إلى جنيف من جديد، الغموض يسيطر على المفاوضات، حكم انتقالي أم حكومة وحدة وطنية أم فيدرالية؟ وعقدة وفد المعارضة والتمثيل الكردي ما زالت قائمة. جيش سوريا الجديد، تدريب أردني وغطاء جوي أمريكي، أين هي معاركه وضد من؟ أنس العبدة خامس رئيس للائتلاف، هل يستطيع إعادة إحيائه أم يكون الرئيس الذي يطفئ الأضواء؟ بعد 5 سنوات ثورة، لماذا ما زال السوريون يخشون الظهور أمام الكاميرا؟ مشاهدينا إلى آخر الأسبوع. جنيف للمرة الرابعة بعراقيل وعقبات جديدة وتحت إصرار أممي ودولي، فبعد تأجيله مرات ومرات يستقر موعد عقد مؤتمر جنيف في 14 من الشهر الجاري، لكن ما جاء في تصريحات المبعوث الأممي ستيفن دي مستورا يجعل من المؤتمر أو فيما سيصدر عنه غامضاً. فدي مستورا تحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس حكما انتقاليا، الأمر الذي اعتبرته المعارضة انقلابا سياسيا من دي مستورا على مرجعيات المفاوضات كافة. نتابع تفاصيل جنيف في هذا التقرير ومن ثم سوف نعود بعده للنقاش. الطريق إلى جنيف للمرة الرابعة لبدء المفاوضات السورية من أجل إيجاد حل سياسي، فبعد أن تبددت الآمال بشأن انعقاده في 7 ومن ثم 9 فالعاشر من الشهر الجاري يستقر على موعد 14 من الشهر الجاري أيضا. لكن ما الذي سيختلف في جنيف 4 عمن سبقوه غير اسم ومكان انعقاده؟ ربما طريق جنيف المنتظر ليس أقل وعورة من طرق جنيف السابقة، فالعقبات كما جرت العادة تسبق المحادثات. المحادثات التي تتفق فيها الأطراف ورعاة التفاوض على حتمية الحل السياسي، لكن الاختلاف في تفاصيل ذلك الحل. فالمبعوث الأممي ستيفان دي مستورا يخرج بتصريحات تلف المحادثات بمزيد من الغموض. دي مستورا تحدث عن أن المحادثات ستكون لمدة 2 أسبوع فقط، وستبحث موضوع الانتقال السياسي دون أن تتطرق لموضوع وقف إطلاق النار أو المساعدات الإنسانية، معلنا عن أن وقف الأعمال العدائية باتت بلا أي سقف زمني، الأمر الذي اعتبره البعض إفصاحا عن اتفاق روسي أمريكي مخالف لما أعلن عنه في اتفاق ميونخ الأخير التي كان من المفترض أن تكون لمدة 2 أسبوع. نقطة أخرى تطغى على الساحة وتشغلها وهي موضوع الانتقال السياسي، فدي مستورا يحاول اللعب بأوراق هذا الأمر الوارد في القرار الأممي 2254 من خلال تصريحه بأن عملية الانتقال السياسي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية دون الإشارة إلى حكم انتقالي، وهو ما يعني تكليف بشار الأسد بتشكيل تلك الحكومة وتعيينه وزراء محسوبين على المعارضة، لكنهم في واقع الأمر تابعون له، الأمر الذي رأت فيه أطراف في المعارضة السورية مناقضا لكل مرجعيات الاتفاق، متهمة دي مستورا بممارسة انقلاب سياسي على تلك المرجعيات.
التمثيل الكردي ما زال عقبة أخرى في طريق مفاوضات جنيف. روسيا تريد إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي وميليشياته المتمثلة بحزب العمال الكردستاني الفرع السوري في المفاوضات، وهو ما لا يروق للمعارضة، ومعها تركيا رغم عدم اتفاق موسكو وواشنطن على رؤية محددة على تمثيل الأكراد حتى الآن. نظام الأسد أيضا يرفض تمثيل الأكراد، خصوصا بعد دعوة بشار الجعفري على سبيل التهكم والسخرية لتناول حبة بنادول للتخلص من أوهامهم، في إشارة إلى أن النظام ورغم تبعية حزب صالح مسلم له إلا أنه غير مستعد للتفاوض على حقوق الأكراد أو حتى منحهم أي جزء منها. ما هو معلن وظاهر أن موقف واشنطن متناغم مع موسكو بشأن موضوع استمرار الهدنة، فالجانبان لا يستطيعان تصفية الهدنة قبل المفاوضات في محاولة لفرض رؤية تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت إشراف الأسد، وبذلك يعطون شرعية للحل السياسي المنشود. لكن حجم قبول الطرف الآخر أي المعارضة لمثل هذه المقترحات سيكون صعبا، ما يعني أن سيناريو جنيف الجديد ربما لن يختلف عمن سبقه، وبهذا تبقى العملية التفاوضية التي تصر عليها الأمم المتحدة والأطراف الدولية هي نفسها مفخخة، فموضوع رحيل الأسد أو بقائه ما زال غامضا، ويبقى جنيف مجرد خدعة روسية جديدة في مسلسل السلام المزعوم. مباشرة إلى جنيف، حيث ينضم إلينا من هناك موفد أورينت نيوز مهند السيد علي. مهند، أهلا بك معنا. لعل يعني الوفود لم تصل جميعها، خاصة وفد المعارضة الذي لم يعلم بعد إذا كان سوف يعني يكون ضمن هذه المحادثات أم لا، ولكن الآن سمعنا قبل قليل تصريح لديمستورا يقول بأن الاجتماع الأول له سوف يكون مع وفد النظام. هل وفد النظام بالفعل وصل إلى جنيف؟ ميرنا، نعم، في الحقيقة حتى الآن لم تصل الوفود الرسمية. وفد المعارضة يتوقع أن يصل يوم الأحد المقبل بعد غد. أما عن وفد النظام فقد أعلنت الخارجية الروسية بأن وفد النظام سيأتي كما هي العادة، الروسية يعلنون عن النظام أن وفد النظام سيأتي إلى هذه المفاوضات، وينتظر أن يكون هناك مؤتمر صحفي لوزير خارجية النظام يوم الغد. في الحقيقة وفد المعارضة من شبه المؤكد أنه سيصل يوم الأحد. بدأت تصل بعض الشخصيات اللوجستية وبعض الموظفين داخل في هيئة العليا للمفاوضات لوضع بعض اللمسات اللوجستية على هذه المشاركة. يأتي وفد الهيئة العليا للمفاوضات بعد أن حصل على تفويض الفصائل العسكرية أو 105 أشخاص العسكريين الذين قاموا بتفويض الهيئة العليا للمفاوضات. نعم. بتمثيلهم وقبول جميع النتائج التي ستصدر عن مؤتمر جنيف. مهند، هل أعلن وفد الهيئة العليا للمفاوضات الذهاب بشكل رسمي أم أن هذا ما يتم تداوله من قبل شخصيات والممثلين للهيئة العليا للمفاوضات؟ لأنه بشكل رسمي لم يعلن الموقف بعد، ونحن يعني طلبنا أن نتحدث معهم في هذا التوقيت بالذات، ولكنهم رفضوا التحدث للإعلام قبل اتخاذ موقف رسمي بخصوص المشاركة في جنيف. نعم، بكل تأكيد كما قلت لم يصدر أي موقف رسمي. تواصلنا معهم وقالوا بأنهم سيقومون باجتماع للهيئة العليا للمفاوضات في موعد لم يتم تحديده وفي مكان لم يتم تحديده، ومن ثم سيصدر قرار رسمي عن بشأن الحضور أم لا. أما المعلومات المؤكدة من داخل الهيئة العليا للمفاوضات فهي تشير إلى أنهم سيأتون، ربما هناك بعض الترتيبات التي تدفعهم إلى تأجيل قرارهم الرسمي، ولكن بشكل عام كانوا ينتظرون الموافقة العسكرية وقد حصلوا عليها بالفعل قبل. نعم. قليل، يعني مساء الأمس واليوم صباحا، ومن المتوقع أيضا أن يأتوا في كما قلنا يوم الأحد المقبل. نعم، بالنسبة مهند للتحضيرات اللوجستية أو الأجواء في جنيف، نود أن نعرف منك إذا كان لديك معلومات يتم تداولها خلف الكواليس عن
إذ كان هنالك شخصيات أخرى سوف يتم دعوتها من المعارضة عدا الوفد التفاوضي المنبثق عن اجتماعات الرياض. يعني أنا أقصد هنا بصالح مسلم وأقصد بالأطراف الأخرى أيضا التي كانت موجودة في اجتماع جنيف الماضي ولكنها لم تشارك بالمحادثات بشكل مباشر. نعم، ديمستورا أعلن أنه سيدعو بعض الشخصيات بصفتها الشخصية لحضور مفاوضات جنيف. من هذه الشخصيات جهاد مقدسي ممثلا عن مؤتمر القاهرة، وأيضا ربما رندا قسيس وبعض الشخصيات التي حضرت في مؤتمر في الجولة السابقة. ولكن فيما يتعلق بصالح مسلم على وجه التحديد، لا يزال الروس يطالبون بأن يشرك الأكراد ويشرك حزبه في المفاوضات، ولكن لا يوجد حتى الآن أي يعني شيء واضح فيما يتعلق بشخصية صالح مسلم إذا كان سيحضر بصفته الشخصية، ولكن بالتأكيد هو لن يحضر كوفد مفاوض ضمن وفد المعارضة. نعم. أما إن كان سيحضر بصفة شخصية أم لا فحتى الآن هذا الأمر ليس واضح. المؤكد أن هناك شخصيات ستأتي من بينها جهاد مقدسي وشخصيات أخرى شاركت في جولة سابقة، ولكن لن تشارك بالمفاوضات بشكل يعني بشكل مباشر. نعم. نعم، هي ليست طرف مفاوض، إنما هي فقط كمستشارين يقوم المبعوث الدولي ديمستورا بالرجوع إليهم واستشارتهم وسؤالهم في بعض المواضيع. هو فقط يدعيهم بصفتهم الشخصية ويناقشهم، وليس وفدا رسميا ولن يكون لهم أي دور. الدورة الحالية لجنيف ستعقد فقط بذات الوفود التي دعيت وشاركت بالجولة السابقة، وفد عن النظام السوري ووفد عن الهيئة العليا للمفاوضات. نعم. طب مهند، نود أن نعرف منك يعني تفصيل أيضا تفاصيل أخرى إذ توفرت، إذ كانت اللقاءات سوف تكون بشكل غير مباشر، يعني ديمستورا يجتمع مع يعني كل وفد على حدة ومن ثم ينقل وجهات النظر، أم أنه في المرحلة القادمة، ونحن هنا نتحدث عن مدة زمنية هي أسبوع، هذا ما أعلنه ديمستورا تحديدا لهذه الجولة أسبوع فقط، ستكون نهايتها هنالك يعني محادثات قد تكون مباشرة بين وفد النظام ووفد المعارضة؟ حتى الآن وحسب ما هو معلن من قبل الأمم المتحدة، فإن المفاوضات التي ستنطلق يوم الاثنين وستنتهي في 24 كحد أقصى من الشهر الجاري، المفاوضات يعني ستبدأ كما صرح ديمستورا بمن حضر أولا، بمعنى أنه سيلتقي بالوفد الذي سيصل إلى جنيف أولا. لن يكون هناك لقاءات مباشرة، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي لقاء مباشر يعني وفداء المعارضة والنظام وجها لوجه. سيكون اللقاء كلا على حدة، سيتم طرح مجموعة من المواضيع، ولعل البارز هنا اليوم ما تحدث وما نقلته وكالة أنباء روسية عن ديمستورا بأن هناك انتخابات رئاسية في سوريا ستجري خلال 16 شهرا، هذا ما نقل عن. وبالتأكيد حتى الآن يعني هو حتى الآن يضع جدول يعني مرن ويحاول أن يتعامل مع الواقع. نعم. وأيضا بانتظار نتائج مؤتمر الذي سيعقد في باريس يوم الأحد عشية محادثات جنيف. صحيح، هنالك اجتماع ل يعني الدول أو مجموعة الدول مجموعة الاتصال حول سوريا بالأحرى، اجتماع سوف يترافق مع بدء المحادثات في جنيف بين طبعا المعارضة والنظام. مهند، ذكرت موضوع أجندة المحادثات، هل اتضحت أيضا بما يخص أجندة المحادثات؟ لأنه ديمستورا كان قد ذكر بأن الأمور الإنسانية أو حتى الهدنة يعني وقف الأعمال العدائية لم يتم أو لن يتم البت فيها، سوف يدخلون مباشرة بالحديث عن الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالية. ما زال هنالك أيضا العديد من يعني الأخذ والرد بخصوص هذه النقطة بالذات، إذ كانت حكومة انتقالية أو حكومة وحدة وطنية. نعم، هذه هي النقطة الجوهرية سيتم البدء بها، وهو ما رحبت به الهيئة العليا للمفاوضات بأن سيتم البدء بجوهر الموضوع، وهو هيئة الحكم الانتقالي تنفيذا للقرار رقم 2254، وليس الأمور الهامشية كالأمور الإنسانية والهدنة على أهميتها بالنسبة للمواطنين. ولكن هذا الموضوع هيئة الحكم الانتقالية أيضا ليس واضح، مرة يقول ديمستورا حكومة وحدة انتقالية، مرة يقول نظام حكم جديد، فيما يطالب ويصر
وفد المعارضة على أن تكون هيئة حكم انتقالية تنهي أي دور للأسد في ونظامه في المرحلة المقبلة، إضافة بالطبع إلى شكل الدولة، وبدأت هنا طرح الفيدرالية بشكل كبير، وربما قد يكون هذا الموضوع أحد المواضيع التي سيتم بحثها في مؤتمر باريس المقبل، وتشكيل ووضع دستور جديد لسوريا. نعم مهند، أيضا طبعا هذا بما يخص يعني أجندة المحادثات. هنالك اليوم أيضا سمعنا تصريح لديمستورا يقول بأنه يمكن البت في نقطة أو موضوع الفيدرالية التي تم ذكرها من قبل روسيا وأخذت الكثير من النقاش والأصداء. هل لديك معلومات حول يعني هذه الجزئية من تصريح ديمستورا وانعكاسها على موضوع المفاوضات؟ عفوا لم أسمع السؤال بشكل واضح. نعم مهند، سوف أعيد عليك السؤال بخصوص موضوع تصريح ديمستورا، كان يعني له تصريح قبل أيضا قليل يتحدث فيه عن أنه من الممكن أن يتم التطرق للفيدرالية، هذا الموضوع الذي أخذ الكثير من الأخذ والرد وطبعا رفضته المعارضة بشكل كامل. هل يعني كان هنالك أصداء لهذا التصريح حول إمكانية مناقشة موضوع الفيدرالية في مفاوضات جنيف؟ نعم، في الحقيقة بما يتعلق بهذا الموضوع فهناك بدأت التحليلات والتسريبات عن دبلوماسيين غربيين يتحدثون عن أن بعض الدول الداعمة للمعارضة السورية إن صح التعبير تبحث هذا الموضوع بجدية، وبدأوا بالفعل بطرحه ضمن مجموعة من الطروحات، بمعنى أن يكون هناك لا مركزية في الحكم في حال وافقوا على ذلك، وبدأوا بنقاش هذا الموضوع في ما بينهم، ولهذا فإنه من المتوقع أن يتم طرح هذا الموضوع أيضا في اجتماع باريس. طبعا المعارضة حتى الآن تصر على رفض هذا الموضوع، وأيضا يعني ديمستورا أعلن بأن السوريين يرفضون التقسيم، ولكن يتم الحديث عن لا مركزية في الحكم، وهو الموضوع الذي رحب به صالح مسلم وحزبه، في حين أن حتى الآن لا يوجد أي تصريحات، ولكن يعني بمجرد رؤية السيناريو الذي كيف ظهر هذا المصطلح وتم تداوله بكثرة في الفترة الأخيرة وبعض التحليلات والتسريبات تؤكد أنه فعلا هو وارد ويتم بحثه، وحتى ديمستورا كما أشرت قد قال بأنه سيكون أحد المواضيع المطروحة بانتظار ربما تفاصيل أكثر، أو يعني كيف سيكون هذا الموضوع وما هي رد فعل وفد النظام وأيضا وفد الهيئة العليا للمفاوضات على بالنسبة لهذه النقطة. شكرا لك مهند على كل هذه المعلومات والتفصيلات، وخاصة أنه يعني لم تتضح الصورة بشكل كامل بعد لأنه الوفود لم تصل إلى جنيف، ولكن على كل أنت سوف تكون معنا في تغطية كاملة لما يجري في جنيف. شكرا لك مفدنا إلى هناك مهند السيد.